إلى مسند أحمد. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين المسلمين أمين. قال في مسند أحمد قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن منصور عن هلال عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. وقال رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثني زكريا بن يحيى زحمويه وقال وحدثنا محمد بن بكار قال وحدثنا إسماعيل أبو معمر وسريج بن يونس قالوا رحمة الله عليهم قالوا حدثنا الحسن بن يزيد الأصم قال أبو معمر مولى قريش قال أخبرني السدي قال وقال زحمويه في حديثه قال سمعت السدي قال عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ قد مات قال اذهب فواره ولا تحدث من أمره شيئا حتى تأتيني. قال فواريته ثم أتيته فقال اذهب فاغتسل ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال فاغتسلت ثم أتيته فدعا لي بدعوات ما يسرني بهن حمر النعم وسودها. قال وقال ابن بكار في حديثه قال السدي وكان علي رضي الله عنه إذا غسل ميتا اغتسل. وقال رحمه الله حدثنا عبد الله الثالث قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن رحمة الله على الجميع قال عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هنا هذه المسألة مسألة عظيمة فيها ابتداء قول سلم لا تصلوا بعد العصر قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. وهذا حديث صحيح أسناد حسن جهل وثقات جهل صحيح غير رواه ابن أجدع فقد روى عنه اثنان وذكر ابن سعد الطبقة الأولى من أهل الكوفة وقال كان قال الحديث والعجل قال كوفي تابعي ثقة رضاك محمد في الثقات والحديث أخرجه أبو يعلى بن حزيمة بن حبان من طريق عبد الرحمن المهني بهذا الإسناد وأخرجه العراقي من طريق عبد الرحمن عن سفيان وحده وأخرج الطالسي أبو داود بن الجارود والبيهقي من طرق عن شعبة وحده فالحديث صحيح. قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا الشمس مرتفعة وتمسك الملكية بذلك وقالوا وهذا ابن المنذر أيضا قال بذلك بأنه يجوز على إطلاق الصلاة بعد العصر. قال ابن المنذر أما النهي فالنهي فالنهي عن صلاة بعد العصر وصلاة بعد الفجر قال أما النهي بعد الفجر ليس مصروفا وأما النهي عن صلاة بعد العصر صرف بقوله صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. وفي هذا الحديث لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. وقد يقال يبقى الحاضر على ما هو عليه فالحاضر يقدم على المميح. والصحيح أنه لا صلاة بعد العصر إلا صلاة ذات سبب ولا صلاة بعد الفجر إلا صلاة ذات سبب. عموم قولي يا بني عبد مناف لا يمنعن أحد منكم أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء. وكان ابن عمر يطوف بعد فجر ويصلي الركعتين بعد فجر. فيكون الأصل الصحيح أن الصلاة بعد العصر نافلة مطلقة لا تجوز. وأما نافلة السبب يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر صلاة سنة الظهر بعد العصر. الحديث الثاني حديث مات الشيخ الضال وإسناده ضعيف. حسن بن يزيد بن أصم ضعيف أخرجه بيعلى عن زكريا بن يحيى وأخرجه ابن عدي عن صادق عن ابن منصور عن أبي معمر وقال هذا لا أعلم يرويه عن السدي غير حسن. وننظر منظر هذا الحديث المشهور على أبي إسحاق السبيعي والحديث ضعيف. وعلي وله زيادة علي قال له يا رسول الله مات عمك الضال مات الشيخ الضال قال هذا فوري. وهذه فيها يعني فيها ستر عورة الكافر وهذا أصل ستر عورة الإنسان. وأيضا فيها عدم تأذي المؤمنين إما يرون وعدم الضرر بأكل السباع لذلك قال هذا فواري. فذهب فوراه فجاءه فقال هذا فاغتسل. وهذا احتج به من قال بوجوب الغسل لمن غسل ميت. والصحيح الراجح في ذلك أنه لا يجب وأنه ما ثبت حديث قط في هذا الباب أنه إذا غسل الميت يمسك. قال فجئته فدعا لي بدعوات ما يسرني بهن النعم حمر النعم وسود النعم. قد فيها الاستبشار بدعاء الصالحين وفيها الفضل عندما يحسن المرء أن يدعى له. وأما الحديث الثالث فحديث إسناده صحيح إسناده في ضعف عبد الأعلى وابن عامر
الثعلبي، ولكن الحديث جاء من أكثر من طريق، بل الحديث هذا متواتر، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفيها خطر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكذب على رسول الله كما قال النبي نفسه، قال كذب علي ليس ككذب على أحد، لأن فيه أحكام تتبعها. كذب علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده. الفوائد المستنبطة: جواز الاغتسال من غسل الميت، لا كرامة للكافر على أهل الإيمان، خطر الكذب على رسول الله، بل خطر رواية الحديث ويظن به المرء بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة حوت كل شيء. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.